السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عاملة لكم صوص البيتزا الايطالية، حاجة تحفة وصحية جدا جدا، وزي بتاعت بره او احلى كمان. سهلة، او هنجيب طاسة على النار نحط فيها معلقة زيت زيتون واحدة، وده السر في طعم صوص البيتزا الايطالي المشهور. بننزل عليه بحوالي بصلاية واربع خمس فصوص توم مفرومين كويس، وابتدي اشوحهم على النار لغاية ما ياخدوا لون ذهبي. طبعا اكون موطيه النار مش معليها قوي عشان خاطر الحاجه تطلع مظبوطه. هجيب حوالي 3 طماطميات افرمهم كويس في البلندر وانزل بيهم على البصل والثوم. بنفس الشكل كده بالظبط، وهبتدي اتبلهم على طول، يعني احط التوابل على طول، ما استناش لغايه ما تسبك. فلفل اسود، معلقه فلفل اسود، بابريكا، طبعا ده سر اللون والطعم، بابريكا مدخنه، وده معلقه ثوم وبصل باودر، وده زعتر اللي هو الاوريجانو، ممكن كمان احط ريحان، معلقه عسل صغيره، ممكن استبدلها بسكر دايت، ملح حسب الرغبه. طبعا في ناس بتحط صلصة، بس انا هستبدل الصلصة عشان هي مش صحية بالكاتشب اللي انا عملته قبل كده معاكم في القناة، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن لو عايزين تعرفوه. وخلاص اتسبكت شوية، وبعدين هقدر بقى ان انا احطها على البيتزا في اي وقت. خلاص كده الصوص مظبوط وريحته تجنن. لو اتفضل شوية اقدر اشيرهم في برطمان معقم احطهم في التلاجة لمدة اسبوع، لو اكتر اقدر ارفعهم في الفريزر واستخدمهم في اي وقت. وبس مفيش اسهل من كده. ما تنسوش اللايك بقى والشير والسبسكرايب وصفحتنا على الفيسبوك عائلة سكر دايت. شكراً.